بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم نتحدث فيه عن شروط وجوب الصوم. للعبادات شروط، كما أن للصلاة شروط، استقبال القبلة، دخول الوقت، البلوغ، بلوغ الإنسان لما يكون الإنسان بالغ، وهكذا مجموعة شروط. كذلك في الصوم هنالك مجموعة من الشروط يجب توفرها حتى يتحقق الصوم. من جملة هذه الشروط أن يكون الإنسان بالغا، يعني البنت تكمل 9 سنوات العربية الهجرية. هذه نقطة مهمة أيها الإخوة أيها الأحبة، التفتوا إليها. البنت تكمل 9، تكمل مو تدخل. السادات تريد الصوم قبل هذا إن شاء الله مقبول منها، ولكن واجب عليها؟ لا، ليس بواجب. تكمل 9 سنوات عربية هجرية، فعلى الإنسان، على الوالدين أن يحسبوا حين ولادتها، يحسبون على هذا الأساس. والولد حينما يكمل 15 سنة هلالية عربية هجرية، فإذن هذا يسمى حينما يدخل الإنسان في بداية، البنت تدخل في بداية سنتها 10، يقال عنها أكملت 9، يقال عنها أنها أصبحت بالغة. يعني بالغة إذا ذهبت للحج تسمى حاجة، إذا صلت صلاتها بشروطها الصحيحة تكون صحيحة إن شاء الله، مقبولة منها، وهكذا بالنسبة للصوم. الشيء الثاني من جملة الشروط هو كمال العقل، أن الإنسان يجب أن يكون عقله كاملا، لا يكون فاقدا للعقل ولو بجزء من النهار. يعني كالمجنون، كالمصروع، بعض الأحيان إنسان يدخل في حالة غيبوبة، هذه في الواقع تفسد الصوم. فإذا كمال العقل هو الشرط الثاني. والشرط الثالث هو الصحة وعدم المرض. الصوم لا يجب على كل حال، لا يجب على المريض الذي يضره الصوم، مو على كل إنسان مريض. بعض الأحيان إنسان مريض رأسه يوجع ما يضر الصوم، أو صبعه يوجع، أصبع رجله يوجع، هذا لا يضره الصوم. فالصحة وعدم المرض، الصحة وعدم المرض عدم المرض الذي يضر بالصوم، ليس أي مرض، ليس مطلق المرض. وهنالك شروط أخرى نتحدث عنها إن شاء الله بالدرس القادم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. ومن جملة الشروط التي يجب توفرها على الصائم هو الخلو من الحيض والنفاس. المرأة لا تستطيع، أو صومها غير مقبول حتى لو صامت، غير مقبول صومها إذا صامت أيام حيضها وأيام نفاسها، وأقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، وكذلك النفاس، أقل النفاس 3 وأكثره 10، يعني لا يتعدى، مو 40 يوم نفاس، ما عندنا نفاس 40 يوم. ولا كل دم هو دم حيض، قد يكون دم مرض. على كل حال المرأة تعرف بحالها. الخلو من الحيض والنفاس يعني شنو؟ يعني لو أن المرأة كانت صائمة وفي اللحظات الأخيرة من نهار ذلك اليوم نزل عليها الدم، بطل صومها. ولو كانت المرأة حائض ولكن ما طهرت إلا بعد دخول الفجر بلحظات، كذلك حتى لو صامت صومها غير مقبول. على كل حال أنها يجب أن تكون خلية من الحيض والنفاس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعد، ومن جملة هذه الشروط هو الحضور، يعني أن الإنسان يجب أن لا يكون مسافرا، الحضر. حتى السفر بالطائرات، العلة ليست وسائل السفر، وإنما العلة في السفر نفسه هو. فإذا نحن عندنا بأن الصوم في السفر لا يجوز، الصوم في السفر، العالم بسفره، العالم بهذه المسألة، لا يجوز له أن يصوم. كمن أفطر في حضره
لا يجوز الصوم في السفر كالإفطار في الحضر. على كل حال الحضر هو من جملة الشروط التي يجب توفرها في الصائم، ومن جملة شروط صحة الصوم أن يكون عندنا شروط الصوم وعندنا شروط الصحة. شروط الصحة هو الإيمان بالإسلام. لو صام إنسان غير مسلم، يعني لم ينطق بالشهادتين، إنسان غير مسلم لم يتشرف بهذا الدين حتى لو صام بنفس الشروط، لا نستطيع أن نقول أنه هذا يقبل منه. القبول يجب أن يتوفر فيه الإسلام. والشيء الآخر التي يجب توفره هو النية، هو قصد الصوم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالقربة؟ هو أنه قلنا أنه عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، ليس لحالة صحية أو رجيم أو كذا، وإنما الصوم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، ولنا حديث في الدرس القادم إن شاء الله.